اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم، واش مطبخ رايك يجي الأمل. مغرق وفقط ملعقه ديال الزبده؟ سريع التحضير يمكن لكم يعني تعتمدوا عليه سواء في المالح او لا في الحلو. بالنسبه للمقادير ديالو عندي نص كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات، ملعقه ديال الملح ملعقه صغيره، عندي 4 المعالق كبار ديال زيت المائده، غادي نحتاج 2 معالق ديال الخل الابيض او الخل العادي اللي متوفر، وغادي نجمع هذا العجين بالماء العادي ما يكونش سخون او دافئ، الماء يكون عادي. بالنسبه للتوريق كنحتاجو ملعقه كبيره ديال الزبده، تقريبا كتوزن 60 غرام، هذا ملعقه كبيره. كذلك كنحتاجو ملعقه ديال النشا او ميزينا، ما تكتروش من النشا لانها كتعطي واحد المذاق غير محبب في العجين. عندي هنا 3 المعالق او 4 حسب ما بغيتنا، 1 2 3 و 4، اذا 4 المعالق ديال زيت المائده. غادي نضيف 2 معالق ديال الخل، الخل هنا كيلعب الدور ديال المحسن، كيعاوننا باش كيجي القوام ديالها زوين. غادي نحاول نرمل شويه العجين ديالي بهاد المكونات اللي عندي، كنخلطو بالرؤوس الاصابع فقط يدخلوا هاد السوائل اللي عندي مع العجين. بعضياتها ونجمع بالماء، بسم الله ما تكونش العجين جاريه، تكون شويه شاده راسها. انا غادي نستمر هكا حتى نحصل على العجين ولا القوام اللي انا محتاجه. هذا هو القوام اللي كنحتاجو، يعني ما تكونش جاريه، كتكون شويه قطره راسها شويه، ماشي عاود تقاسها مره كما كتشوفوا. غادي ناخذ بلاستيكه نخليها ترتاح غير شويه، ما انتم لا تحتاجوا انكم تدلكوها ولا، فقط كتجمعوا العجينه ديالتكم تغطوها بلاستيكه فقط شي 5 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله باش نطلقوها ونديرو الحشوه ديال من بعد ما طلقت العجينه ديالتك كما كتشوفوا السمك ديالها، كنطلقها كنستعمل بالدقيق باش نطلقها. كناخذ الزبده، انايا كانت عندي شويه شاده راسها دوبتها، الا كانت عندكم بوماده يمكن لكم تخدموا بها غير بوماده، يعني ما تحتاجوش انكم تذوبوها. ودابا غادي ندهن الوجه كامل ديال العجين ديالي بهاد الزبده، كتبقى عجين اقتصادي وفي كميه الزبده اقل، يبقى صحي عاوتاني شويه احسن من يعني اللي كنكثروا فيها الزبده. صحه لي جا في الشتاء. غادي نسرح هاد الزبده على الوجه كامل، الا كنتو باقي كتشاهدوا معايا الفيديو نتمنى انكم ما تنساوش ديروا لي لايك كتشجيع. صافي بحال هذه الطريقه. من بعد ما دهنا الوجه بالزبده كنرش مايزينا او النشا، وكنعاود نكرر وناكد انكم معلقه ما تفوتوهاش، او اللي يمكن لكم فقط تكتفيو بالزبده، دهنوا فقط بالزبده وصافي. من بعد كنلويو العجين ديالنا كما كتشوفوا بحال شكل ديال شنيك، كنقرصوا العجين باش تثبت كما كتشوفوا. صافي وهي العجين ديالنا واجده، كندخلوها للثلاجه باش تبرد تشد في راسها. بالنسبه للحشوه ديال اليوم كما كتشوفوا معنا اغلبيه مكوناتها متوفرين في الدار، مختلفه على الحشوات الاعتياديه كتجي رائعه، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بسم الله. بالنسبه للمكونات ديال الحشوه ديالتنا، عندي هنايا كميه من الطول المعلب كما كتشوفوا، هذه الكميه يعني تقريبا 2 بواطات صغار اولا بواطه دي بيبراش، يعني حيت كاينين البواطات مختلفين، انا هذا عندي صنع منزلي. عندي هنا صوص ديال الطماطم جاهزه، انا هنا طيبتها عندي وديجا كانت بقات ليا، يمكن لكم تاخذوا 2 مطيشات محكوكين وتضيفوا ليهم علقه ديال مركز الطماطم، 2 مطيشات محكوكين وتضيفوا ليها مركز معلقه ديال مركز الطماطم. عندي هنايا كميه من الفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر، يعني كميه قليله وكتبقى اختياريه، يعني يمكن لكم تستغناو عليها ماشي مشكل. عندي هنا 3 البيضات كبيبرين شبيه اولا 4 صغارين يتسلقوا، لان غادي نحتاجهم يكونوا مسلوقين. عندي بصله كبيره، يا اما تحكوها في حكاكه الغليظه ويا اما طحنوها، انا بالنسبه ليا طحنتها بحال هكايا، المهم خصها تكون رقيقه. وعندي كميه من الزيتون الاخضر دوائر، كميه من الزيتون الاخضر دوائر. وغادي نحتاج معلقه ديال الزبده باش غادي نشحر الحشوه ديالتي. بالنسبه للتبزيره عندي معلقه صغيره ديال البابريكا، شويه ديال الابزار فلفل اسود، شويه ديال الكمون ما تكثروش، والقليل من الملح. ما تنساوش ان عندنا الطون والزيتون والفرماج كيكونوا مالحين، يعني ما تكثروش الملح بزاف. غادي ندير هاد الزبده في كاسرونه تذوب، وغادي نضيف ليها تقريبا معلقه ديال زيت المائده باش ما تحرق ليش. غادي تذوب
وغادي نضيف ليها البصله ديالتي باش تشحر. نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما شحرنا البصله مطيشه ضفت لهم الزيتون باش الماء اللي كان في هذا الخليط يتبخر ما يبقاش الماء باش ما تعذبناش باش نكونوا كنعمروا لي شوسون ديالنا. البيض من بعد ما سلقته وحكيته بحال هكا غادي نضيفو، نضيف الفرماج وكنعاود بانه اختياري قلت لكم تستغناو عليه. نضيف الطون يمكن لكم تضيفوا كميه اكثر من هكا اولا كميه اقل من هكا ماشي مشكل. صافي غادي نخلط هاد الحشوه، يمكن لكم تضيفوا الربيع انا ما متوفرش عندي حاليا. صافي هاي الحشوه غادي نخليها حتى تبرد عاد نبدا نشكل لي شوسون ان شاء الله. غنخليها جانبا حتى تبرد ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.